السلام عليكم. إذا أحبتي نلتقي مجددا في درس جديد من دروس الرياضيات بعنوان نحو التناسبية العلاقات العددية vers la proportionnalité les relations numériques. إذا أبدأ بهذا في الدرس أتعرف بكيفية مختلفة العلاقات العددية، أضيف أو أطرح أو أضرب. ثانيا أملأ الجدول باستخدام هذه العلاقات، ثم ثالثا أحل معادلة بإيجاد العدد الناقص. إذا نبدأ بالوضعية الأولى، ساهم 3 إخوة بمبلغ 80 درهما لكل واحد منهم لشراء هدية لوالدتهم بمناسبة عيد الأم. حدد العلاقة العددية ثم املأ الجدول. إذا نبدأ أولا بحوزة كل منهم مبلغ قبل المساهمة. إذا هنا سنحدد المبالغ المتبقية بعد المساهمة، علما أن كل منهم قلنا بأنه سيساهم ب80 درهما. إذا عندما سيساهم مثلا سنبدأ بالأول 275، أي بحوزته 275، أثناء المساهمة سيساهم ب80 درهما. إذا هنا هل سنضرب أم سنطرح أم سنجمع؟ عندما نساهم أي أننا هل نأخذ نطرح من العدد أم أننا نضيف أم أننا نضربه فيتضاعف؟ نعم سنطرح. لماذا؟ لأن العدد هنا سينقص. إذا 275 سنطرح منها 80. إذا هنا ستكون العلاقة العددية هي طرح 80، أي في كل مرة أو كل واحد منهم سيطرح 80 من المبلغ الذي بحوزته. إذا المبلغ هنا قبل المساهمة 275، عندما سنطرح 80 سنحصل على 195. نفس الشيء بالنسبة للأخ الثاني بحوزته 244 درهما، إذا سيطرح أو سيساهم ب80 درهما، بالتالي سيتبقى أو المبلغ الباقي سيكون هو 164. 325 هو ما بحوزة الأخ الثالث، إذا بعد المساهمة سيصبح مبلغ الباقي لديه 245 درهما فقط. إذا ننتقل الآن لجدول آخر دائما في إطار التناسبية. إذا هذا الجدول يتكون من عمودين، عمود الأول والعمود الثاني. هنا سنبحث عن العلاقة التي تربط أعداد العمود الأول بالعمود الثاني. إذا هنا في نظركم 7 كي نصل ل14، هل نضرب 7 في عدد ما أم أننا نضيف لها عددا ما أم أننا نطرح منها عددا ما؟ إذا ما رأيكم؟ نفس الشيء بالنسبة ل13 كي نصل ل20، هل نضرب 13 في عدد ما أم أننا نطرح 13 نطرح منها عددا فنحصل على 20 أم أن 13 نضيف لها عددا فنحصل على 20؟ نفس الشيء بالنسبة ل21 10 وكذلك 3. إذا هنا سنلاحظ بأن 7 ضرب 2 سنحصل على 14، ولكن وأيضا 7 زائد 7 تساوي 14. 13 لماذا لو ضربناها في 2 هل سنحصل على 20؟ لا، إذا سنحصل على 26. إذا 13 زائد 7 تساوي 20. إذا 21 زائد 7 تساوي كذلك 28. إذا العلاقة التي تربط أعداد العمود الأول بالعمود الثاني هو أننا دائما في كل مرة نضيف الرقم 7، وللانتقال كذلك أو نحصل على العمود الأول بطرح 7 من أعداد العمود الثاني. أي مثلا 14 ناقص 7 تساوي 7، و20 ناقص 7 تساوي 13، و28 ناقص 7 تساوي 21، 17 ناقص 7 تساوي 10، و10 ناقص 7 تساوي 3. هنا مثال آخر. إذا ما هي العلاقة؟ كذلك دائما نبحث عن العلاقة العددية التي تربط أعداد السطر الأول بأعداد السطر الثاني. إذا ما هي العلاقة بين 6 و16، بين 10 و20، 25 و30، وبين 50 و60؟ إذا العلاقة هي إضافة 10. إذا 6 زائد 10 تساوي 16،
و10 + 10 تساوي 20، و25 + 10 تساوي 35، لأننا في كل مرة نضيف أو نبحث عن العلاقة الموجودة بين أعداد السطر الأول والسطر الثاني، بمعنى أن يجب أن تكون نفس العلاقة دون تغيير. إذن هنا مثال آخر. إذن واحد، أو ما هي العلاقة أولا بين أعداد السطر الأول دائما والسطر الثاني؟ إذن للانتقال من واحد إلى اثنان ماذا نستعمل؟ الجمع، 1 + 1 تساوي 2، ولكن كذلك نستعمل الضرب، 1 ضرب 2 تساوي 2. أي يمكن أن نستعمل الطرح، مثلا 1 ناقص عدد يساوي 2، إذن لا يمكن. ننتقل للخانة الثانية، إذن 2 + 2 تساوي 4، كذلك 2 ضرب 2 تساوي 4. إذن هنا الجدول يحتمل نعم علاقتين. إذن سأترككم تتممون ثم نعود. إذن العلاقة قلنا سنكتفي بالضرب في 2، إذن 1 ضرب 2 تساوي 2، و2 ضرب 2 تساوي 4، 9 ضرب 2 18، ثم 20 ضرب 2 تساوي 40. إذن هنا العلاقة العددية هي الضرب في 2. إذن بالنسبة لكيفية الحصول على الرقم الناقص أو حل معادلة برقم ناقص، إذن هنا نحتاج إلى الحصول على ماذا؟ على جدول سطراه لهما أو مجموعهما هو نفس المجموع. مثلا هنا أعداد السطر الأول تساوي 50، كذلك أعداد السطر الثاني تساوي 50. إذن ما هو العدد الناقص؟ إذن دائما عندما نتحدث عن مجموع فإننا نتحدث عن عملية جمع. إذا نجمع الخانة الأولى زائد الثانية الثالثة والرابعة، أي 8 + 10 + 1 + 31 تساوي 50. إذن نفس الشيء بالنسبة للسطر الثاني، 18 + 20 + 11، ولكن هناك رقم ناقص. إذن هذه جمع 3 خانات يساوي 49. إذن هنا سأقوم بعملية طرح، 50 - 49 تساوي 1، إذن العدد الناقص هو 1.